خليك وحش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا فيكم مستمعين وحبايبنا في كل مكان، مستمعين ألف ألف أف أم الموجة السعودية. رحب فيكم، أنا سامي البيروتي بحلقة جديدة من برنامجكم الرياضي خليك وحش، اللي يجيكم كل يوم أحد وأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرا. وزي ما عودناكم دائما تقدر تسمعونا عن طريق الراديو مباشرة، أو حملوا التطبيق ألف ألف أف أم عن طريق الأب ستور أو البلاي ستور، أو روحوا مباشرة على الموقع الرئيسي www.alfalfafm.com. مشاركاتكم مستمعينا راح تكون عبر الهاتف على 011-261-161-100 011-271-85-85، أو راسلونا عبر الاسمس على STC 851040، موبايلي 66-3-1، وزين 70-13-13. تقدروا كمان تشاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا على تويتر على ALIF ALIF FM. طبعا معودينكم في خليك وحش دائما نتكلم عن المواضيع الرياضية البحتة للوحوش والبودي بيلدينج، وأكيد مختلف أنواع الرياضات. في حلقات سابقة تكلمت عن موضوع الإصابات بالنسبة للرياضيين واللي بيرتاد النوادي بشكل كبير. اليوم رح نتكلم تحديدا عن العلاج الطبيعي بعد هذه الإصابات. إيش هو المقصود بالعلاج الطبيعي، أو المجالات كمان اللي يطبق فيها العلاج الطبيعي؟ هل تختلف مدة العلاج من إصابة لأخرى؟ وكيف نحمي أنفسنا من هذه الإصابات؟ كل هذه التفاصيل راح نتعرف عليها من خلال أخصائية العلاج الطبيعي الدكتورة غادة تركستاني. مساء عليك بالخير. مساء الخير. مساء النور حبيبي. كيف الحال؟ الحمد لله. كيف حالك أنتي؟ ماشي الحال تم. طيب بداية، يعني بنسمع علاج طبيعي علاج طبيعي كثير، إيش هو العلاج الطبيعي؟ ممكن نقول علاج طبيعي أو علاج فيزيائي عشان ما نلخبط الناس كمان يحسبوا أعشاب ودي الحاجات. حلو. هو جزء من التأهيل الطبي اللي ساعدنا إنه إحنا نطور في حركتنا ونستعيد قدراتنا الوظيفية باختلاف الحالات اللي تجينا باختلاف الطرق. باختلاف الطرق. طيب بالنسبة، طيب كيف ممكن يساعدنا العلاج الطبيعي، أو إيش هو دور العلاج الطبيعي بالاهتمام بالإصابة بعدها يعني؟ طيب لو نجي نتكلم عن دور المعالج الطبيعي، ما حنقول بس بعد الإصابة، إحنا حنتكلم in general دورنا قبل الإصابة. حلو. وبعد الإصابة. لما يجي ناس يتكلم يقولي لك علاج طبيعي، ما هي والله 6 جلسات أو 12 جلسة وخلص، خلاص خلص شغلي. لا، إحنا عندنا قبل الإصابة اللي هو الوقاية من الإصابة، بنعلم الناس كيف مثلا لو تكلمنا على نطاق الجيم كيف يعملوا التمارين بشكل صحيح، إيش المفروض يعملوا قبل التمرين، إيش المفروض يعملوا بعد التمرين. ولو صارت إصابة لازم نشخص المريض على حسب نوع إصابته، كيف صارت الإصابة، تختلف من شخص لآخر. ومنها نقدر نحدد العلاج المناسب لهذا الشخص. طبعا زي ما قلت، مو بس 6 جلسات أو 12 جلسة زي ما إحنا متعودين بالضبط في المستشفيات في الكلينيك 6 جلسات وخلص. صحيح. لا. ممكن العلاج الطبيعي يطول لمدة 6 شهور، ممكن لمدة سنة، عشان أتأكد إنه المريض أو الحالة اللي عندي خلاص سليم معافى، يقدر يرجع وتعلم، مو بس إنه أنا بعالجه، لا أنا بعلمه كيف يعيش بطريقة سليمة، كيف يعمل الحركات بطريقة سليمة. حلو. طب إيش هي المجالات اللي طبق فيها العلاج الطبيعي؟ يعني خلينا إحنا بنتكلم تحديدا في خليك وحش، أنا نتكلم على الإصابات اللي بتصاحب اللي هي مرتادين نوادي الوحوش خلينا نسميهم. طيب. المجالات الثانية بعد العمليات إيش كمان؟ العلاج الطبيعي مرة شيء كبير. عندنا علاج طبيعي حقة الأطفال اللي تولدوا ما هم طبيعيين. فإحنا هنا عندنا تدخل كمان. عندنا علاج طبيعي لصحة المرأة، علاج طبيعي للعظام زي ما قلتي بعد العمليات أو المشاكل، آلام الظهر، آلام الكتف، هذه المعتادة اللي نسمعها من الناس. عندنا كمان علاج طبيعي للجروح،
عندنا مختلف يعني مجالات مختلفة مختلفة. طب بالنسبة لمدة العلاج يعني مثلا إذا في حال شخص أصاب بأي إصابة في النادي وشخص سوى عملية تختلف المدة من هنا لهنا أكيد طبعا تختلف تختلف من شخص لشخص ومن حالة لحالة. ممكن نقول أنت إنسانة أصلا ممكن تواظبي على تمارينك تواظبي على العلاج اللي أنا بعطيكي هو بإنسان تاني لا فهنا أنا يختلف عندي يختلف كمان أنت بنيتك قوية في ناس لا أنت تعملي تمارين ومتعودة قبل كده في ناس أول مرة في حياتهم يعملوا ده شيء فحيختلف كومبليتلي طبيعي. طيب بعض الإصابات أيضا لما شخص يكون عنده إصابة معينة مثلا على سبيل المثال الأكتاف على أيضا الرقبة يقول لك لا تسوي مساج برا يعني لا تخلي أحد يسوي لك مساج طبيعي أو تجيب أي أحد ممكن يسوي لك مساج ليش هل يفرق في هذا الموضوع العلاج الطبيعي مثلا حتى المساج بيكون بطريقة معينة بيمسكوا أشياء معينة أماكن الإصابة تحديدا ليش دائما تربط العلاج الطبيعي بالمساج لأنه صار هو في مساج أنا سويت علاج طبيعي رقبتي فالمساج بارت صغير منه يعني ما أقدر أقول إنه هو كله مساج في أنا لسه حسأل على الأشياء الممكن مساعدة الأجهزة اللي بتستخدموها إلى آخره بس لأنه فعليا هل لما يكون الشخص بيسوي علاج طبيعي لازم يمتنع مثلا عن إنه يسوي مساج ممكن يكون بطريقة خاطئة بيمسك شيء معين فيه بطريقة خاطئة مو ضروري في ناس دارسين يسموهم مساج ثيرابيست هم دارسين هذا المساج وبيعملوه بطريقة صح في ناس لا حلو يعني ما أروح أسوي بطريقة عشوائية ما تروح أسوي بطريقة عشوائية ممكن تروح عند واحدة أصلا دارسة مثلا أعضاء الجسم اللي هو الأناتومي دارسة فين العضلات هنا تعرفي واحدة تختلف عن الثانية يمكن هم دائما المعالجين بيقولوا لا تروح عند واحدة بس عشان إنه ما تروح عند أي واحدة بس إذا واحدة مختصة في ده الموضوع أنا ما أمنع أبداً ما تمنع أبداً ممتاز حلو رح نكمل موضوعنا أكيد مستمعين برنامج خليك وحش لكن نطلع فاصل بسيط وراجعين خليكم على السمع خليك وحش مكملين مستمعينا موضوعنا في خليك وحش لليوم طبعا عن العلاج الطبيعي تحديدا بعد الإصابات مع دكتورة غادة تركستاني لأي سؤال أو استفسار رح تتصل علينا على 012-61-61-100 0112-275-85 أو رح ترسلونا عبر الاسمس على STC 85-10-40 موبايلي 66-3-1-0-70-13-13 طيب بما انه الموضوع العلاج الطبيعي ما يقتصر على موضوع المساج فخلينا نتكلم على الوسائل برضو اللي بتستخدموها في العلاج الطبيعي غير المساج طبعا احنا بنستخدم الظواهر الطبيعيه اللي هو ظاهره البروده والحراره زي هوت باكس كولد باكس اللي هو الكمادات الحاره والبارده عندنا كمان الالترا ساوند بنستخدمه انفراريد بنستخدم الذبذبات الكهربائيه بس هذه كلها إيش مسكنات ألم ما هي علاج يعني لو أنت رحت عند واحدة فيزيكال ثيرابي أو معالجة طبيعية وبس حطت لك والله كمادة حارة كهرباء معلش أخرجي أها أنا قاعد تسوي كده يمكن شهرين وبعدين بالضبط الألم حيرجع يعني صراحة هو الألم رجع ونوعا ما هو ما توقف أصلا يعني ففضل يعني بس خف بالضبط لأنها هي بس سكنت الألم زي كأنك بتاخد بين كيلر مسكنات وقتها وخلاص يعني معلش احنا ما بندرس 5-6 سنوات عشان في النهاية احط هات باك ولا كمادة حارة واي شيء تاني معاه يعني احنا اكبر من كده نكون. فالتوضيح انه مو بس يقتصر الموضوع على موضوع الذبذبات الكهربائية وكده طب هذه تعتبر فقط مسكنات الألم طب كيف يتم العلاج الطبيعي يعني احنا ممكن نستخدمها هذه مثلا قبل العلاج او التريتمنت استخدمها احطها للمريض عشان ابدا اهيئه بعد كده هنروح للمرحله الثانيه طبعا تختلف زي ما قلنا من حاله لحاله من اصابه لاصابه لو افترضنا مثلا الادمي عنده الم في اسفل الظهر انا كيف ممكن اعالجه هاطل في وضعيته كيف بيمشي كيف بيجلس هذه كلها انا لازم اعلمه هي ومنها تمارين
ومنها ممكن عشان نخفف الألم كمان نعمل مساج، بس ما هو ضروري كله مساج زي ما الناس بتفكر. ايه بالضبط، لأن فعلا العلاج الطبيعي عندنا مفهوم دائما انه بيروح الواحد يسوي مساج ويرجع. طيب حلو. طيب ذكرتي دوبك موضوع انه ممكن تعلمه الشخص كيف يعمل تمارينه، كيف يعني الشخص يصير يسويها في البيت التمارين تحديدا اللي بتعلموه هي، او ايش بالضبط؟ بغض النظر في التمارين او في الجيم، هذا الشيء انا بلاحظه مره كثير خاصه في الجيم عند البنات، لانه دوبنا دوب البنات داخلين الرياضة ودي الحاجات. صحيح. بأشوف إنها بتعمل التمرين غلط. طب مين ممكن يقول لك إنه تمرينك اللي بتسوي غلط وبعدين ترجع تقول لنا أو ترجع للعلاج الطبيعي وتقول والله أنا من التمرين جاني شيء في ركبتي ولا ألم في ظهري؟ لا، مو المفروض التمارين ما تعمل آلام، المفروض تخليكي إنسانة أكثر نشاط وجسمك أقوى. بس إذا أنت بتعمليه بشكل غلط، زي الناس اللي بتعمل سكوات، بتعمل لانجز اللي هو هذه التمارين وطبعا لما تدخل كلاس هيكون في 100 واحدة معاها. صحيح. فالمدربة ما حتقدر تركز تركز معها. عليها هي. فهذه كمان هنا دورنا يلعب صراحة يعني، وأنا بحاول أنشر دا الفكر أو دا الوعي إنه لازم الواحد ينتبه كيف بيسوي تمارينه. طيب حلو. تمارين دائما يعني لما أستضيف مدربين في خليك وحش بنتكلم عن تمارين الإطالة، قديش هي مهمة جدا. طيب بالنسبة للعلاج الطبيعي، كيف ممكن فعلا توضحي لي دكتورة غادة تمارين الإطالة كيف تلعب دور هنا؟ طبعا مرة تلعب دور كبير. ليش؟ لو ما عملت تمارين الإطالة انت كده وضعية جسمك حتكون ممكن ما هي سليمة. طيب هذا أغلب المشاكل اللي بنواجهها في الشعب السعودي، بيجلس كثير ما بيتحرك، الناس اللي بتجلس في مكاتب، فهذا إيش يسوي في العضلات؟ ما بيساعد، بيسبب آلام في الظهر. كلها نتيجة إنه العضلة ما فيها إطالة. فأنت لما تعمل التمارين الإطالة بشكل يومي هذا حيساعدك إنه الآلام حتخف. غير كذا لما تدخل أو مثلا تلعب كورة أو تلعب أي نوع من أنواع السبورتس، لما العضلة تكون وضعها السليم حتقلل من الإصابات أو من التمزق اللي بيصل لها. حلو. طب أكثر الحالات أو الحالات المعتادة اللي بتجيك العيادة، يعني بغض النظر عن الحالات الكبيرة اللي هي عمليات وإلى آخره، يكون في لا سمح الله حادث أو شيء، يعني الناس اللي مرتدين النوادي. طيب هذه دائما أسمعها خاصة في مجتمع الأولاد. ليش؟ ما يعملوا إطالة وما يعملوا وارم اب اللي هو الإحماء. دائما تلاقي يدخل التمرين على طول، بعدين عنده ألم في رقبته، عنده ألم في كتفه، عنده ألم في ظهره، وكثير كثير عندهم آلام في ركبتهم. لما أجي أتفرج أو لما أجي أشوفه هو كيف بيعمل التمرين أو هي كيف بتعمل التمرين، التمرين بيتعمل بشكل خاطئ. مثلا الوزن ما بيودي، مثلا لو عملنا تمرين الصدر ما بيعمل التمرين كامل، تلاقيه في نص الرينج اوف موشن أو ما أعرف كيف تقولوا، بيعملوا نصه، بيعملوا بطريقة خاطئة، يخلص على طول خلاص مشي، ما في أي تمرين، ما في أي تمارين استطالة ممكن يعملها. غير كده ما بينتبه كيف وضعية جد تمرين، وهذا شيء مرة مهم ممكن يؤذي نفسه هو. حلو. طيب كيف أحمي نفسي أنا من الإصابات هذه؟ يعني مختلف الإصابات هذه بغير تمارين الإحماء والإطالة، إيش الشيء اللي المفروض دائما أتبعه بطريقة معينة عشان يحميني من الإصابات بشكل عام؟ طيب بشكل عام إذا إحنا بنتكلم عن الناس اللي بتروح الجيم، إذا أنت مبتدئة ودوبك دخلتي مجال الرياضة، أنا أنصح بشدة أنك أنت يا تروحي مع مدربة خاصة في البداية أو أحد فاهم وإيش بيوريكي أو بيش بيعمل لك. لا تدخلي كلاس كبير في له 100 وحدة وبتعملي زيهم وما أنت عارفة إيش بتعملي. هنا أنا أقول لك أنت حتجيك إصابة أو ممكن آلام، وأنت ما حتعرف تعالج نفسك، حتبدأ تتطور وتزيد عندك الآلام. خدي لك وحدة تعلمك كيف تعملي التمرين بشكل صحيح، عشان بعد كده لما تبدأي لحالك خلاص أنت كده عارفة بالضبط إيش بتسوي. هذا شيء. طبعا لازم تنتبهي على وضعية جسمك دائما، طلي في المراية كبداية، احنا ننصحهم انهم يستخدموا المراية عشان يطلوا
وضعية جسمهم هم بيعملوا كل تمرين. هل جسمك متناسق متوازن ولا لا؟ نشغل عضلات البطن والظهر الداخلية، هذه لازم تفوكس عليها أو تركزوا عليها. ليش؟ لأنه لو الجسم صلح من جوه من السنتر حقه، باقي الجسم حيقدر يعمل فانكشنينج أكثر أو يشتغل بطريقة أحسن. حلو. طيب هذه بالنسبة للأشياء أو الأساليب اللي ممكن تبعدنا عن الإصابات. بعض الأشخاص يعني أثناء ممارستهم للرياضة بيجهد نفسه بزيادة فبيجي ألم، إذا مثلا بيمرن عضلة معينة، بما أني أنا خلاص صرت يعني فخليك وحشة ضليعة في هذه الأمور، فممكن يجي ألم بعد ما يروح البيت. فأنا كيف أفرق إن هذا ألم طبيعي أم هذه إصابة فعليا؟ يعني كيف أقدر أفرق؟ طيب لو ألم طبيعي، هم اللي بيعملوا رياضة بيعرفوا الألم الطبيعي اللي بيجيهم نتيجة إنه والله عمل شال وزن أثقل، اللي هو نسميه سور مصر. هذا طبيعي. اللي هو يجلس لمدة، إذا أنت دوبك جديد في الرياضة ممكن تجلس لمدة أسبوع. إذا أنت يعني في الرياضة بشكل مستمر ممكن يجلس حق يوم يومين ويروح. لكن لو الألم مستمر وبينتقل من مكان لآخر، ممكن نقول إذا كان في الكتف وانتقل للرقبة، وما هو ألم أنت متعود عليه، ألم بشكل غريب ممكن يسبب صداع، ممكن يسبب حاجة. إذا لقيت أي بروز في جسمك في مكان الألم، إذا كان في أي كهرباء أو تنميل، هنا تعرف أنه هذا ما هو ألم الطبيعي المفروض تحسه بعد الرياضة. فأنا هنا كده أفرق، تفرق بين الألم الطبيعي والألم اللي حيخليني دايركت أروح المستشفى وأكشف على حالتي تحديدا. حلو. طيب كثير برضو من مرتدي النوادي بيعانوا أحيانا من الشد العضلي، كان سيدات أو رجال. في حالة جاني شد عضلي مفاجئ، كيف ممكن أتصرف؟ أول شيء نوقف عن التمرين اللي احنا بنسويه طبعا. ثاني شيء نحاول نعمل تمرين استطالة للعضلة المعينة هذه، نخلي أحد يساعدنا، لأنه أنا عارفة أنه حيكون مرة صعب، رح نخلي أحد يساعدنا نحاول يعمل استطالة بشكل خفيف ومنظم، يعني مو بقوة وأفك العضلة، لا، ما تفكت العضلة. ممكن في هذه اللحظة ممكن نستخدم كمادة حارة، لأنه كمادة الحارة بتساعد أنه العضلة ترخي، رخت في وقتها بس ممكن يرجع في وقت تاني. نرجع نعمل تمارين الاستطالة، نحط كمادات حارة، ممكن في هذا الفترة ممكن المساج يساعد إنه يفك اللي صار، الإصابة اللي صارت تحديدا. ممتاز. مستمعينا مكملين أكيد موضوعنا في خليك وحش، لكن نطلع فاصل بسيط وراجعين. حضروا أسئلتكم في حال كان في أي سؤال أو استفسار حابين تطرحوه على دكتورة غادة. 012-61-61-100 012-61-75-85 أو راسلونا عبر الاسمس على STC851040 موبايلي 6031 وزين 70-13-13. خليكم مع السماء. خليك وحش. مكملين مستمعين موضوعنا في خليك وحش لليوم عن العلاج الطبيعي بعد الإصابات. طبعا لأي سؤال أو استفسار للدكتورة غادة رح تتصلوا علينا على 012-61-61-100 012-61-75-85 عبر الهاتف أيضا على STC851040 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. تكلمنا عن الشد العضلي قبل شوي دكتورة غادة، خلينا نروح على التمزق العضلي. كيف أعرف أنه هذا الإصابة اللي جاتني أولا تمزق عضلي؟ هذا شيء، هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني من السؤال، من إيش ممكن يجيني التمزق العضلي تحديدا؟ طيب
كيف نعرف انه هذا تمزق عضلي؟ اول شيء التمزق العضلي لما حيصير مو دائما بس في اغلب الاحيان حتسمع صوت كانه حاجه اتمزقت. ومن جد هذا الشيء حينسمع، ممكن مو ما حيكون الصوت عالي بس اتليست انت او انتي حتحس فيه، حتسمعي او حتحس فيه. طيب ثاني شيء طبعا على حسب التمزق كيف حيكون، التمزق كامل ولا جزئي. لو كامل حتلاقي بقعة زرقة كبيرة في مكان التمزق اللي هو الكدمات، زي الكدمات حتطلع في منطقة التمزق. أو ممكن تكون بشكل بسيط جدا. الناس اللي يسلهم تمزق كامل ما حيقدر يقوم أو يوقف، العضلة هنا الألم أو العضلة ما بتشتغل فما حيقدر يقوم. التمزق الجزئي ممكن يقوم يعمل بس حيحس ألم لما هو بيعمل وظيفة العضلة، حيحس فيها بألم. طب إحنا إيش المفروض نعمل لو كان تمزق جزئي بسيط؟ راحة. جزئي وكامل هذا أنواعه، هذا أنواعه. حلو. لو كان جزئي يرتاح لفترة معينة لما الألم يبدأ يروح، الكلمة تبدأ تختفي. ممكن في نفس اللحظة هو سله تمزق يحط كمادة باردة. بس الناس اللي بيصير لهم تمزق كامل، هنا كمادة من أول ما يصير التمزق يحط كمادة باردة. طبعا يرتاح يوقف الشيء اللي هو بيعمله ويستشير الطبيب أو يروح يشوف الطبيب. وفي العادة حيكون راحة إلين ما يصير هيلينج، استشفاء. حلو. طيب ليش أو ليش بيصير التمزق العضلي؟ ممكن العضلة بتنقبض بشكل مفاجئ. برضو اتكلمنا عن الناس اللي ما بتعمل إحماء، انت فجعت العضلة كده فصار لها انقباض بشكل مفاجئ فصار لها فيها تمزق. ممكن المجهود العضلي الزائد، انت بتشتغل على نفسك ما بتعطي نفسك بريك طول الوقت او ساعتين ثلاثة بدون ما بتعطي بريك، ممكن يسبب تمزق. ممكن لو ما في اتزان او تنسيق في التدريب او في نفس التمرين، هذه واحدة من اسباب التمزق كمان. ممتاز. في عندنا اتصال من الاخ نواف. الو مساء الخير. مساء النواف. يا هلا فيك، الله يعافيك، تفضل. بسأل سؤال. الحين اللي هو انا احيانا وانا اتمرن يجيني شد عضلي بفخذي، طيب تقريبا مو كل يوم، طبعا كل يوم اتمرن بس مو دائما يجيني الشد طبعا، بس في احيان واحيان. هل هو سبب اني مثلا ما حميت بشكل كويس او ايش المشكله؟ طب انت ما بتحمي قبل التمرين؟ لا احمي طبعا، امشي على سير سيكل والاشياء دي يعني. ايوه. بس في تمارين بعضها سويها شد ما شد، والعضله تيجي عندي يعني اوقات تقصد اللي هو فخذي يشد معي، يجيني شد العضله. طيب في ناس كثير كمان يحسبوا انه والله تمرين الاحماء بس اللي هو المشي على السير او الدراجه. هذا شيء غلط كمان. نقول مثلا اليوم نبغى ندرب رجولنا، كيف اعمل احماء للرجول؟ اوكي السير والدراجه هذه واحده من الطرق بس ما هي دائما. في شيء نسميه اللي هو الاطاله المتحركه. مو الإطالة الثابتة اللي بعملها في النهاية، لا الإطالة المتحركة اللي هي أعمل نفس تمرين الإطالة عدة مرات بدون ما أوقف. إحنا هنا كده نحمي العضلة. هو في حالته ممكن يكون في تمرين غلط بيعمله، أو ممكن الإحماء ما هو كفاية ما بيعمل تمارين الإطالة، أو ممكن هو ما في اتزان أو تناسق زي ما قلنا بين عضلات جسمه، فيمكن هو بيستخدم الرجل الثاني أكثر من الرجل هذه، أو بيستخدم عضلة ثانية أكثر من، فبتشد العضلة. طيب بالنسبة لمدة الإحماء المناسبة، يعني تقريبا مدة الإحماء المناسبة لشخص داخلي بيتدرب وحش على طول كده في النادي، كم؟ 10 دقائق، ربع ساعة؟ في العادة يعني أنا أعطي من 7 إلى 10 دقائق. من 7 إلى 10 دقائق عشان العضلات تكون جاهزة. ممتاز. اتصال الآخر من الأخ فؤاد. مساء الخير. مساء الأنوار، كيف حالك؟ يا هلا فيك. طيبين. الله يسلمك يا رب، يا هلا فيك. الله يحييك. ممكن أسأل الدكتورة لو سمحت؟
تفضل. انا يا دكتوره لما اتثاقب يعني يجيني شد عضل شديد يستمر معاي مدة فترة طويلة، ما أقدر أحرك رقبتي يعني ولا الحنك. يعني مشكلة عندي والله ما أدري منين، يعني مشكلة يعني حاولت ما رجعت الطبيب أنا. لا ما شفت أي أحد عضل. ما شفت الدكتور، ما سألته؟ لا والله ما رحت. فأتألم يتم معاي فترة طويلة على ما يروح، يعني فأتحرك جسمي وكذا وأمشي على ما يروح، أحس بتشنج يعني كأني بطيح على الأرض. في رقبتك الألم؟ أي في رقبتي وفي حنكي، في الحنك. طب أنت بتسمع صوت طق في الحنك، أصوات في الحنك لما بتأكل ولا لما بتثاوب؟ أسمع إيش؟ طقطقة، يعني صوت مثلا يصدر على شلون طقطقة. هذه ممكن تكون سبب في ضعف عضلات الرقبة، أو الرقبة تكون بشكل ما هي سليم مع الجسم. كيف يعني ما هي سليم؟ تكون بشكل الجسم متقدمة على الجسم، فهمت؟ فهذه ممكن تكون سبب من الأسباب. ممكن يكون عندك مشكلة في نفس المفصل حق الفك بيسبب لك هذه المشاكل. ممتاز. مستمعين أذكركم مرة ثانية بأرقام التواصل 012-61-61-100، 011-2-17-85-85 عبر الاسم اس، أيضا على STC 85-1040 موبايلي 66-3-1-0-70-13-13. العلاج الطبيعي بالنسبة لمختلف الأعمار دكتورة غادة، هل يختلف علاج مثلا العلاج الطبيعي بالنسبة للمسنين الأطفال، يعني يختلف نوعية العلاج منها حسب الأعمار؟ طبعا يختلف. يعني عندك الأطفال طريقة علاجهم حتكون طبعا ما حعامله كواحد كبير، حتكون مور انتو أكتر ان لعب. نحاول نحط لهم انه ألعاب، شيء يشد انتباههم عشان يقدر يسوي معايا التمرين أو الشيء اللي أنا بطلبه منه. الكبار في السن طبعا كمان يختلفوا عن الناس اللي أعمارهم في الثلاثينات والخمسة وعشرين، يحتاجوا رعاية أكثر من الناس بأعمار العادية. طيب أحيانا إحنا في موضوع استخدام الكمادات ما بنكون عارفين بالضبط نستخدم الكمادة الحارة متى ونستخدم الكمادة الباردة متى. طيب. فتلاقينا أي شيء يلا كمادة حارة ونحطها، فمتى أستخدم كمادة باردة متى أستخدم كمادة حارة؟ الكمادة الباردة دائما نستخدمها بعد الإصابة على طول. ممكن نقول الناس اللي بيصير لهم الرباط الصليبي بينتنفخ الرجول، هذا طبعا بس مثال. لو في انتفاخ في هذه اللحظة على طول نستخدم الكمادة الباردة، ما حد أحد يفكر أنه يستخدم الكمادة الحارة، ممكن كده تزيد عندنا الأعراض ويزيد الانتفاخ. طيب الكمادة الحارة متى نستخدمها؟ لو كان عندنا مثلا نبقى استرخاء، عندنا شد عضلي، أبى أستخدم الكمادة الحارة. ممكن أستخدم الكمادة الباردة كمان، في ناس يرتاحوا على الكمادة الباردة أكثر من الكمادة الحارة. الكمادة الباردة كمان لها مفعول أنها تعمل استرخاء للجسم. في علاجات اللي هو نستخدم الاثنين مع بعض، كمادة حارة بعدها نحط عليها كمادة باردة. طبعا الكمادة لها وقت معين كمان، في دراسات أثبتت أنه مدة الكمادة الحارة لو قلت عن 30 دقيقة ما حتعطي نفس مفعولها، فهمت؟ ما حتعطي الارتخاء الكامل للعضلة. فإحنا دائما ننصح أنه ننساها ونرتاح وننبسط ونخلي الكمادة يوم عادي. بس مثلا لو تكلمنا عن الكلينيك في المستشفى، عشان الوقت أصلا ضيق وكل 30 دقيقة إحنا بنشوف مريض تاني، فهما بيضطروا إنهم يحطوا الكمادة الحارة أو الباردة أو هي مدة 10 دقائق مثلا، وبترجع تاني بتعمل لها هذا. بس الدراسات أثبتت إنه المفروض يكون 30 دقيقة عشان تعطي مفعولها كامل. وكمان في نقطة معينة كمان كنت أبغى أذكرها، اللي هو تمارين الإطالة. كمان الدراسات أثبتت إنه لو كل يوم عملنا تمرين إطالة 30 ثانية مع في مدة أسبوعين هيكون في إطالة بشكل واضح. ممتاز.
مستمعينا مكملين اكيد موضوعنا في خليك وحش لليوم، لكن نطلع فاصل الاخير وراجعين، خليكم على السماء. خليك وحش مكملين مستمعين برنامج خليك وحش في موضوعنا اليوم عن العلاج الطبيعي بعد الإصابات مع دكتورة غادة تركستاني. أي سؤال أو استفسار راسلونا على أرقام الاسمس STC 85 1040 موبايلي 66 3-1 وزين 70 13 13 أو عن طريق الاتصال 012-61-61-100 012-27-85-85. في سؤال على SMS تحديدا عن الرباط الصليبي، يعني تكثر إصابات الوحوش اللي في النوادي إصابات الرباط الصليبي، كيف ممكن يقي نفسه من إصابة الرباط الصليبي؟ طيب تمزق الرباط الصليبي الأكثر شيوعيا اللي هو الأمامي بنسبة 20% من إصابات الركب. طيب أنا كيف أقي نفسي من هذه الإصابة؟ أنا لازم أقوي عضلات الفخذ وعضلات الجلوتس مسل. أغلب الناس هم يحسبوا أنه والله بس العضلة الأمامية الفخذ هي لو قويتها خلاص الركبة حتصير كويسة. الأمامية والخلفية يعني. أيوة هم عندهم الفكرة حقت بس الأمامية بس هي الأمامية المسؤولة عن الركبة. صحيح. وهذا الشيء غلط. عضلات الورك كمان مسؤولة بشكل كبير على الركبة، وأغلب الناس بيطنشوا ده الجزء هو أهم من عضلة الفخذ الأمامية، وعضلة الفخذ الخلفية كمان مهمة. حلو. فالواحد كمان ينتبه لدي النقطة، ينتبه هو بيعمل تمرين السكوات الرجل ما تدخل على جوا، المفروض تكون بشكل خارجي. نفس الشيء لما بيعمل تمرين اللنج، ما أعرف بالعربي شو يقولوا له، فحيكون ده الدجري حقت الركبة 90%. الزاوية تحديدا 90%. هو صراحة بيقول لك تفاصيل هذه الصغيرة في لعبة التمارين مرة تأثر. مرة تأثر أيوة، لأنه عندنا عضلة الورك أكبر من عضلة الركبة، فهي ممكن تتحمل أكثر من الركبة، لكن الركبة ممكن يصير فيها إصابات بشكل كبير، خاصة إذا أنت بتحط فيها ضغط عالي مو الضغط المفروض اللي هي تتحمله. فهذه واحدة من الطرق انك انت تقوي عضلاتك. طبعا تنتبه على نفسك وانت بتعمل التمرين، لازم شيء ضروري انك تعمل الطريق الاحماء او تمارين الاحماء قبل ما انت مثلا تلعب كورة او تلعب كرة سلة. او هو اكتر صراحة كمان لاعبين الكورة بنسمع انهم بيصابوا في كرة القدم. ايوه صحيح. طيب بالنسبة لبعض الإصابات اللي هي في أشخاص معينين بيكونوا بيلعبوا في النوادي وإلى آخره، بينصاب إصابة ممكن أحيانا تكون بليغة نوعا ما، بيروح لمختص أو دكتور بيقول له هذه هي إصابتك كذا هنعالجها بعد كذا ما حتلعب. هذه سمعتها مرة كثير. فإيش رأيك تحديدا في هذه النقطة، إنه يمتنع تحديدا أو الدكتور يعطي نصيحة من عنده أنه لا ترجع تلعب هذه الرياضة أبدا؟ وكثير صراحة من لاعبين كرة القدم بيقولوا هذا الكلام، أنه بعد كده ما أقدر ألعب لأنه الدكتور قال لي كده أو الآخر. أنا بصراحة ما أؤمن في هذا الشيء. أحس ربي خلقنا عشان إحنا نقدر نتحكم في جسدنا أو في الأشياء اللي بنعملها. بنسمع كمان كثير دكاترة بيقولوا للمرضى لا عاد تسجدي، وهذا شيء غلط. ربي خلقنا انه احنا نحرك، يعني خلق الركبة انها تنتني للآخر. صحيح. فكيف انت تقولها لا تسجدي او لا تعمل التمرين المعين، او خلاص انت مثلا كسرت رجلك ما عاد تقدر تلعب؟ هذا انا اعتبره يعني خاطئ جدا. انا اؤمن انه بالعلاج الطبيعي بالواحد ممكن ياخذ سنوات الى ما يرجع لطبيعته، بس ما في شيء اسمه لا ما حتقدر تلعب تاني، ولا لا ما حتقدري تحركي يدك أو ركبتك مرة ثانية. فهنا المفروض أنه يعني الدكتور يكون
شويه ممكن انا اقول لك ليش الدكاتره يعني هذه الثيري حقتي او وجهه نظري ليش الدكاتره بيقولوا لهم خلاص لا عاد تعمل هذا الشيء وخلاص لا عاد، لانه ما في احد ممكن يكون فاهم مظبوط ويعمل لهم يعني يشرح لهم كيف الطريقة بتصير وإيش الوضعية اللي بتصير وكم حياخد وإيش المدة اللي ممكن ياخدها. فالدكتور عنده بالأسهل إنه يقول لا خلاص ما حتعمل أو خلاص ريح نفسك ريح نفسك بالضبط، لأنه من جد ما في أحد حيشرح الموضوع بشكل كامل ومفصل للمريض أو للإنسان المصاب. حلو، في استفسار أخير على SMS يقول كيف يتم قياس التقدم في العلاج؟ يعني أنا مثلا مصابة عندي إصابة مثلا في الكتف بسوي علاج طبيعي، كيف ممكن أشعر يعني إيش المفروض، كيف أعرف أني أنا تقدمت في العلاج أفضل مع هذا المركز أو ما أفضل، كيف أستمر في هذا العلاج، إيش الشيء الفرق اللي ممكن أشوفه، الفترة المفروض اللي أحس فيها فرق؟ طيب على حسب لو كانت إصابة أو ألم. إصابة نقول على سبيل المثال. طيب أول ما جاتك الإصابة حيكون عندك ألم في دي المنطقة، بدأ يخف الألم هنا نعرف إنه والله تقدمنا خطوة. حلو. الخطوة الثانية بدأت تشوف إنه والله أقدر أحرك يدي كمان وما في ألم، يمكن لسه ما وصلنا للليفل المعين اللي أنت تبغاه، بس هذه كمان نقطة بدأت توصل للليفل العالي، مثلا خلاص تقدر تفرد يدك إلينا الأخير، هذه نقطة. بدأنا نشيل وزن بدأت ترجع شوية شوية في تقدم، بدأت ترجع شوية شوية لتمارينك بدأت تستخدم يدك، خلاص ما صارت اليد عائق لحركتك الوظيفية، هذا فهنا نعرف انه احنا هنا متقدمين. حلو. لكن انت لسه كل ما بتستخدم يدك في ألم وانت مستمر مع المركز او مع الكلينيك لمدة 6 شهور، فهنا يكون شيء في غريب فعلا، هنا في شيء غريب. صحيح. هنا بيستخدموا بس كمادة حارة وكهرباء والكهرباء كانت حرفية. طيب حلو. هذه بالنسبة طبعا دي موضوع حلقتنا مستمعينا في اليوم لي خليك وحش، حب أشكرك دكتورة غادة يعطيك ألف عافية ونورتينا. شكرا حبيبتي والله. شكرا لكم انتم كمان مستمعينا على حسن الاستماع، وشكرا لكل اللي تواصلوا معنا وسألوا أي سؤال أو استفسار. شكرا للمتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، تقدر ترجع تسمعوا الحلقة مرة ثانية على يوتيوب ALIF FM. كنت معكم أنا سامي البيروتي في أمان الله.